يعني المدونات الإلكترونية والمنتديات الاجتماعية وفيسبوك وتويتر لعبوا دور كبير أكيد لأنه يسلطوا الضوء على الاحتجاجات من الثورة الفرنسية، ومازال يلعب دور أيضا مهم ومحوري في فترة انتقال الديمقراطية، يعني فترة أنه كل الثقافة السياسية والوعي السياسي عبر الإعلام البديل. ولكن طبعا يبقى كل شيء ايجابيات وسلبيات، يعني ايجابيات هي معروفه عنه مش نضيف على حاجه جديده، ولكن السلبيات بدات تغلب على الايجابيات واصبحت المواقع الالكترونيه عوض انها تساهم في توسيع رقعة الحوار ما بين الاطراف السياسيه حول مواضيع مثلا كما المجلس السياسي كما الاستفتاء كما المنظمه السياسيه. مع الأسف الشديد كما قلت المواقع الإلكترونية والبلوغ والفيسبوك يلعب في أشياء أخرى صراحة يندل هذا الجبين صراحة، تحول الحرية عبر الإنترنت إلى غير هدفها الأصلي، سبب وشتم وقذف ونصف الأعراض، وهذا صراحة ما يليقش بمجتمعنا. تنجمش تقدم لنا معناها مدونة؟ مدونة هي صفحة هي موقع إلكتروني يبدأ جاي عن موقع آخر ممكن بلوك سبورت ولا وورد بريس إلى آخره، ويقوم صاحبه بنشر مواقفه إما بالمقالات أو بالفيديوهات أو بالصور. هذه مدونة، والمعلومة أن ليس كل الناس لديهم مدونات إلكترونية رغم مجهودات من أجل نشر هذه الفكرة. ما زال يعني نسبة المدونين في تونس مقارنة بها عدد السكان ضعيف غاية، ونتمنى أن كل مواطن تونسي يكون عنده مدونة بشكل يعبر عليها بالطريقة اللي يحبها عليها، بالدارجة الفرنسوية بالإنجليزية بالعربية بالتصاور فيديوهات عن أي حاجة دفنه يحب يشهر المشكلة يحب يصلح حاجة يحب يغير حاجة خلي نسبة تعبر. فالإيجابي أن هذه الوسائل الإعلام الجديدة تعطي إمكانية للمواطن يكون إعلامي في نفس الوقت. أنت عشت مع في فترة تدوير قبل وبعد الثورة، تعطينا فكرة صغيرة على الكوميونيتي نتاع لي بلوغور باش عرفتها باش عشت معاها؟ يعني دخولي لعالم الانترنت كان يعني تقريبا سنة 2007، وكان طبعا في ظل الرقابة اللي وصلت على المدونات نشأت العديد من المدونات اللي تم حجبها بشكل مستمر ومتواصل، ورغم امتهاني مهنة صحفي بجريدة ورقية فاني دائما اعتبر المدونات في البدايه ثم الفيسبوك في مرحله ثانيه لديها القدره على ايصال نفس المعلومه هبطت الجريده اللي نخدم فيها لكن توصل اكثر من الناس. فالمشوار هذا خلينا نعرف مجموعه المدونين، كنا يعني في بلوز فيها في تيم بلوز، يعني تقريبا سير تفاعل مره ايجابي مره سلبي في العديد من القضايا في العديد من المحلات. ما كيفاش ترد على كل هكا؟ والله يعني بخصوص تمويلات الجمعيات الحكومية التونسية كلها هي تتلقى تمويلات من مانحين الجمعية بما فيهم جمعية الوعي السياسي وجمعية الثورة هذه مشهورة مش والمسألة لا تنظر من نفس الزاوية التي تنظر إلى تمويلات مخصصة للأحزاب السياسية، لأن التمويلات مخصصة للأحزاب السياسية من الخارج قد تؤثر على أجندة الأحزاب السياسية لأنها ستتولى السلطة، على عكس المجتمع المدني الذي ليس لديه وفق الطبيعة التي تعملها طموحات وصول السلطة. لا، تونس واقعة، تونس الدولة التونسية واقعة اتفاقيات من الاتحاد الأوروبي، هذا معلوم مع مضاعفة 95، والاتفاقيات هذه فيها بنود لتمويل المجتمع المدني، والاتحاد الأوروبي يعطي الفلوس للجمعيات التي تعنى بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ومنذ ذلك الوقت والجمعية التونسية المستقلة والمساندة للسلطة كانت تلقى تمويلات ضخمة. اليوم باب التمويلات اتسع أمام الجمعيات التي نشط الحديث بما فيها جمعية الوعي السياسي. في وسط السؤال، احنا كيف عملنا المشروع هذا؟ نشوف طرقنا جميع الأبواب في تونس، الخواص، المواطنين العاديين، الحكومة التونسية. لم يوفر هذه الجهات ولا مليم واحد. باش نعمل؟ احنا ماناش يعني رجال عمال خالص. فكان الانتقال الى مرحله مجبرين عليها ليس مخيرين انهم يشوفوا المؤسسات التمويل الاجنبيه. المشروع هذا كان منظمه فريده مع راسها.
كما هو لما جاء مع الفريق المغربي جاء مع جمعية أخرى وفعل لا يعني نصور أنا الإجابة واضحة إذا ثم أسئلة أخرى نجم نجاوب فماش مقابل معناتها تقبل عليك ولا مقابل هذه مثلا خذ في مثلا فماش خطوط استقرار أما جسمه ما فماش مقابل هذا تشوفوا فيه هذه خدمتكم هذه خدمتكم كلها تمويلات الآن احنا مثلا بعد انتهاء المشروع سننشر في وسائل الإعلام الميزانية بجميع مصاريفها ومداخيلها التي ذهبت لمشروع شوفي.